بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم من هنا من ميدان الشحانية، من تحديات هذا العملاق وهذا الميدان الكبير. ينطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه، مهرجان السلامة الذي يقام هنا في هذا الميدان بسلامة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. ينطلق هذا الشوط الذي يحمل في طياته الثنايا القعدان والثمانية كيلومترات، هي المسافة التي قررت من قبل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الهجن، وهنالك سيارة تنتظر واحدا من هؤلاء المشاركين. مقدمة الشوط المركز الأول في هذه اللحظات يأتي كفو على مستوى المركز الأول. يقدم لنا كفو علي بن محمد بن سعيد بن حلو هلكتبي على مستوى المركز الأول. المركز الثاني وصل مع ثاني المراكز برزان سعد بن مبارك بن ضعيف المري، يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث القدوم من شاهين ومتعب بن حمد بن متعب العام مع المركز الثالث. من تقدم معنا على المستوى المركز الثالث ومن قدم ايضا غزر في الشوط الرئيسي الاول خاطفا بالسلام خاطفا بالناموس لدولة الامارات العربية المتحدة والى اهالي السادي بالتحديد، مالكي غزر يأتي في هذه اللحظات ليقدم لنا شاهين. المركز الرابع الأسد على مستوى المركز الرابع وشعار بن نهيان مع سهيل بن حمد بن نهيان العامري يقدم لنا شعاره ويقدم لنا الأسد. المركز الخامس يأتي مع المركز الخامس في هذه اللحظات سعيد بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري يقدم لنا القيصر مع المركز الخامس. مرحبا بالقيصر المتسلل الساهر من مركز إلى مركز. غير على مستوى المركز الرابع. هكذا متابعينا الكرام نداؤنا للخمس المراكز الأولى، وهنالك شعارات قادمة بكل قوة باحثة عن الفوز، باحثة عن الناموس، باحثة عن السلامات في مهرجان السلامة. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى السيارة المنتظرة، السيارة التي تنتظر صاحب الحظ السعيد في هذا المساء. العودة إلى مقدمة الشوط، المسيطر ما زال كفو وهو كفو حتى هذه اللحظة، وكفو للمهمة. يقدم كفو علي بن محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي. احلوت يا بن حلوة احلوت في هذا المساء، ما زال مع كفو على مستوى المركز الاول بينما المركز الثاني ويقود الثنايا على مستوى المركز الثاني برزان وسعد بن مبارك بن ضعيف المري مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث القدوم من شاهين ومتعب بن حمد بن متعب العامري اللي قدم غزر يقدم شاهين. متعب بن حمد يبي يتعبهم متعب بن حمد بن متعب المقدم لشاهين، واحد ابرز الاسماء المرشحة في هذا المساء. المركز الرابع القيصر يتقدم بشعار الهواجر، ينطلق مع سعيد بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري ويقوده في
في هذا الصباح وهذا اليوم. المركز الخامس، المركز الخامس، يأتي الأسد على مستوى المركز الخامس. سهيل بن حمد بن نهيان العامري مقدما للأسد، وأيضا ما بعد الخمس. يا هي شعارات، يا هي ألوان، يا هي أسماء، يا هي ثنايا قادمة قادمة من أجل الفوز، من أجل السيارة، العودة إلى مجريات الشوط، إلى المركز الأول اللي غير على الصدارة. ولا الصدارة كما هي ثابتة ثابتة ثابتة، كفو ما زال ثابت على المركز الأول، والكل يتحرك من المركز الثاني إلى المركز العاشر. إلا كفو، إلا كفو، نصف المسافة وروحت 4 كيلومترات، ويتبقى مثلها نصف السيارة وراحت، يتبقى النصف الآخر. يا مالك كفو، يا مالك كفو، علي بن محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي، ما زال بن حلوة في المعركة المرة يقود هذا الصراع، يقود النزاع، يتقدم على المركز الأول. بن حلوة يمني النفس بأن ينقل السلامات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأين السلامات تتجه؟ إلى هال الخوانيج. ركز يا محمد يا بن احمد، ركز في هذا اليوم، في هذا المساء. اهالي الخوانيج يطالبونك بالسيارة بناموس هذا الشوط. يا مالك كفو، المركز الثاني. المركز الثاني الذي ينتقل من مركز الى مركز، والترشيحات الكبيرة والكثيرة اللي ما زالت هي اللي ثقلتك يا شاهين. اسماء رنانة تنصب عليها الترشيحات، وشاهين ومالك شاهين، متعب بن حمد بن متعب العامري المتقدم من مركز الى مركز. المركز الثالث القادم في هذه اللحظات، الأسد مع المركز الثالث، سهيل بن حمد بن نهيان العامري، ولكن وصل في هذه اللحظات. أول نداء للحشيم، الحشيم القادم. أم كفو، كفو هو الواصل، صالح بن مسعود بن قطامي المري، وصلكم بن قطامي، وصلكم بن قطامي، مع كفو، كفو الآخر المشارك في هذا الشوط. المركز الخامس، المركز الخامس هنالك، القيصر يتقدم مع المركز الخامس، ويقدم لنا القيصر سعيد بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري بوهلال مع المركز الخامس. ولكن ايضا ينضم الناوي، الناوي ينضم في هذه اللحظات، وناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري يتقدم مع المركز الخامس. العودة متابعينا الكرام إلى مقدمة الشوط، إلى كفو، إلى كفو اللي ما زال على الصدارة. كل المراكز تغيرت إلا كفو، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه وحواليه، كفو ما زال على الصدارة. وشاهين يقترب، يقترب. يا مالك كفو، يا مالك كفو، الأمور في خطر. السيارة، 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 كفو بدأ يتحرك، وبدأت الأوامر، بدأت الأوامر. اصمد يا كفو، اصمد يا كفو. شاهين القادم مع المركز الثاني،
كفو متابعينا الكرام، تعود ملكيته العلي بن محمد بن سعيد بن حلوة، وكفو يفسح المجال للكفو الآخر إلى شاهين. متعب يا متعب يا متعب يا بن حمد يا بن متعب يا العامري. النقطة الثانية في هذا المساء، في هذا المساء 1500 متر، 1500 متر. النقطة الثانية ما زالت تسجل ومسجلة باسم مالك شاهين من هذه اللحظات 1200. أتوقع والعلم عند الله بأن السلامات غادرت إلى هال الساد، إلى هال الساد كما هو المعتاد، كما هو المعتاد. ما شاء الله، إلا والله وراح السلام، إلا وتعبهم متعب، أتعبتهم يا متعب، متعب بن حمد بن متعب العامري. ونحن ندخل الكيلومتر الأخير، ومتعب بن حمد بن متعب العامري قدم غزر مع الشوط الرئيسي، وعاد من جديد، عاد من جديد ليضرب من حديد، ليضرب من حديد في الشوط الرئيسي الآخر. مالك شاهين ينقل السلام الثاني، السلام الثاني المتتالي على التوالي إلى دولة الإمارات، إلى دولة الإمارات. خلاص يا مالك شاهين، يا متعب يا بن حمد، يا بن متعب يا بن حمد، يا العامري سلام من الله عليكم يا ابناء الساد هنالك في دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الفوز، على هذا الإنجاز. متعب 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 متعب، أتعب الثنايا، أتعب الثنايا، ولد حمد أتعبهم، متعب بن حمد بن متعب العامري. المركز الثاني الناوي ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، ولكن السيارة في رصيد شاهين. والنقطة الثانية يا مالك غزر، وتحياتي واحترامي وأشواقي لك يا متعب يا بن حمد، يا متعبهم يا متعبهم يا متعبهم يا مسعد ابناء الساد في هذا اليوم. تهانينا المتعب بن حمد بن متعب العامري على هذا الفوز. المركز الثاني الناوي ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري. المركز الثالث كفو لصالح بن مسعود بن قطام المري. المركز الرابع الطاير فهد بن محمد بن فهد الخيارين. المركز الخامس الأسد سهيل بن حمد بن هيان العامري.